وصلنا معكم لفقرتنا الطبية التجميلية. دائما الأنثى بتسعى للجمال بالفطرة، ودائما بتسعى تكون جميلة بعيونها أولا وبعيون الآخرين ثانيا. ومع تطور الطب التجميلي، وخاصة أنه أتاح لها وأتاح هذا المجال لكثير من الأشخاص اللي بيحبوا يجددوا ويحددوا المعالم ويظهر الجمال مثل ما بيتناسب مع كل امرأة، واللي بيخليها تكون مرتاحة مبسوطة متقبلة لنفسها. عن جد نور، يعني التجميل دخل بمجالات كثير، من أهمها يمكن وأكثر العمليات شيوعاً عند الأنثى هي الجراحة التجميلية للثدي، يلي بتسمح بإعادة بناء الثدي لحتى تحسن مظهره وحجمه وشكله. ولحتى نعرف أكثر عن هي الحالات وكيفية التجميل، رح بيكون معنا استشاري الجراحة التجميلية الدكتور شادي رحمية اللي انضم لنا بالاستوديو. يسعد صباحك. صباح الخير. أهلا وسهلا. صباحك دكتور، أهلا وسهلا هلا فيك معنا لليوم. عم نحكي عن تجميل الثدي يلي هلا صار هو يعني شيء بديهي عند كثير من السيدات، ان كان لحتى نكبر، ان كان لحتى نصغر، او ان كان لنجمل. حالات تجميل الثدي، وخلينا كمان نساعد الصبايا اللي حابه تبلش هلا بالتجميل، امتى العمر المناسب تمام لحتى تبلش؟ شكرا كثير نور. يعني طبعا احنا فضلنا بهاليوم نحكي عن تجميل الثدي، كونه بس يجي الصيف بزيد عمليات التجميل الثدي، فمشان هيك نحن حبينا نعطي شوية أفكار علمية مهنية عن موضوع تجميل الثدي. لأنه بالنسبة لموضوع الثدي بالذات، يعني عمليات تجميل الثدي ما أنا بس عمليات تجميل، مو مثل تجميل الأنف على سبيل المثال. عمليات تجميل الأنف هي شيء ظاهري روتيني. لكن بالنسبة لتجميل الثدي له بعد خاص، وبعد ما بعرف إذا نقدر نسميه الكرامة. يعني عند الأنثى، علامة الأنثى أو أهم شيء تعنى فيه الأنثى أو بيدل على أنوثتها وكرامتها هو الثدي. الحقيقة مثل الشاب، أحيانا كمان الشاب اللي عنده ثدي كثير بيشعر بخجل وإحراج بالمجتمع، فمنجي بنعمل عملية التثدي أو إزالة الثدي عند الرجل. ففي شيء بيأثر بنفسيته أو بكرامته، خلينا نقول، أو بوجوده أو بواقعه. بالإضافة إنه الثدي في كتير لغط وكتير أفكار يعني تجارية أو غير مهنية حول تكبير الثدي. هل ممكن تكبير الثدي أو تصغيره بالأجهزة؟ طبعا نحن كأطباء بنعرف إنه ما في لا أجهزة تكبير ثدي ولا أجهزة تصغير ثدي، ما في كريمات، ما في نوادي رياضة، ما في زيوت، ما في خطاط، ما في شيء تجاري، محاليل ومساحيق بيعملوا دعاية على وسائل التواصل الاجتماعي. فدائما عمليات تجميل الثدي هي عمليات جراحية فقط. فدائما شيء بديهي إنه مثل ما تفضلتي نور، إنه دائما نحن بس يكتمل نمو الثدي وتنضج المرأة بعمر 18 بنبلش عمليات تجميل الثدي. طبعا غالبا هي 90% تكون عمليات تكبير الثدي، او انه عمليات تصغير الثدي بحالات 10%، لانه في كثير بنات مثل ما بتعرفوا يعني اثناء البلوغ بيصير في عندهم شيء اسمه ثدي عرطل او ثدي ضخم. هذا بيؤدي لهم لكثير مشاكل، بسبب اجتماعي مشاكل طبعاً هرمونيه بالجسم طبعا، وبالالام بالرقبه، بالعنق، الخدر والنمل بالايدين، بالاضافه لاحراج اللبس، الإحراج الاجتماعي. صحيح. فهذا كثير يعني بتلاقي البنت الصبيه الصغيره جايه هي وامها، الام عم تطلب انه معلش نعمل لها عمليه تصغير ثدي، لانه فعلا بتكون هي حاسه بوطئه او بالعبء تبع الصدر الكبير من الناحية الاجتماعية بالبيت وخارج البيت. تماما. يعني دكتور، كثير أشخاص هلأ ببداية الصيف بيحبوا يعملوا هاي العملية، صبايا بيحبوا يجملوا حالهم، ولكن دائما في فرق هيك يمكن بين أنواع الحشوات يعني اللي بتحطوها سيليكونية. تماما. ويعني مثلا كل حدا يمكن بيلبق له شيء، انا ما بعرف الستاندردز يلي انت حضرتك كجراح تجميلي بتاخذها، هل بتاخذه بعين الاعتبار الوزن، الطول، الشكل؟ أكيد. هي التفاصيل احكي لنا اياها. خلينا نحكي اول شيء عن جماليه الثدي. شو هو الثدي الجميل او شو هو الثدي الستاندرد مثل ما تفضلتي؟ دائما الثدي هو دائما لازم الحلمه بالثدي هو شكل مخروطي طبعا. له حلمه، هالحلمه هي لازم تبعد من 18 لل 20 عن عظم الرقبه او عظم الترقوه. بالاضافه انه الحلمه لازم تنظر للناحيه الوحشيه، ولازم كمان تكون بمنتصف الذراع. طبعا الحجم لازم ما حدا يعرف انه هو ثدي كبير ولا ثدي صغير. يعني المراقب او الـ او الـ او الـ او, الـ أو اي حدا خارجي لازم ما يعرف انه هي البنت صدرها كبير او صدرها صغير. وكمان قياس الثدي بيختلف باختلاف عرض الكتفين طول المراه.
فكله نحن هذا بس نعمل عملية تكبير ثدي أو تصغير ثدي في رسمة عالمية هي اللي يعني مو نحن اللي حاطينها ولا المريضة، الحقيقة هي رسمة عالمية إحصائيات ستاندر هي اللي بتحدد حجم الثدي. فالثدي كثير كبير، صحيح إنه هو في ناس أحياناً بيحبوه لكن في إحراج كمان، بس تلبس شوميزات أو تياب بتلاقي صار في إحراج ما يجوا عليها، بتلاقي قياس كتفين غير قياس الصدر. صحيح. كمان الصدر الصغير بيعمل له إحراج. فدائماً بنحط نحن الحشوة اللي بتحقق لها المقاس المضبوط أو الستاندر. طبعاً الحشوات فيها كثير أنواع، في إلى طبعاً الشكل المدور أو الشكل الراوند أو الشكل اللي بيسموه الدمعة. فدائماً نحن بالتجميل دائماً لازم نعتمد على الشكل الراوند وليس مثل ما بيحكوا بوسائل التواصل الاجتماعي إنه الدمعة. الدمعة هو النصف العلوي للدمعة، هو مثل شكل الدمعة بتلاقيه بيضوي، لا في منحدر، فالقطب العلوي أو النصف العلوي بتلاقيه فاضي. فنحن إذا حطيناه بعملية تجميل الثدي ما بنكسب شيء، لأنه بده يضل القسم العلوي فاضي. نحن طموحنا بتجميل الثدي إنه نرفع الثدي أو نعطيه الشكل المقبب الحلو. هلا بالإضافة إنه في كثير أنواع كل سنة بتفرق، يعني في اكتشافات جديدة وفي دراسات جديدة، النوع الخشن، النوع الأملاس. طبعا أحدث نوع هلا هو النوع اللي بين الاثنين، بين الأملاس والأخشن. طبعا في كثير يعني أفكار بتكبير الثدي، هل هو قدام أمام العضلة أو خلف العضلة. طبعا كمان نحن كل حالة شيء، يعني ما فينا نقول انه قدام العضلة احسن او وراء العضلة احسن، كل حالة شيء. نحن اللي بيهمنا كجراحين تجميل او بيهم بجراحة التجميل انه يكون في نسيج غدي امام البروتيز يحميه. يعني احنا ما بيصير نحط البروتيز تحت الجلد مباشرة بحيث انه اي اللي عم يشوف يعرف يشوف البروتيز، لانه هو بيشف الجلد فبيصير يشوف الحواف البروتيز، هذا شيء غلط. تمام. وإذا حطيناها كمان تحت العضلة كمان وفي عندنا غدة، فهذا نحن عم نسيء للمريضة، لأنه العضلة أحيانا يعني نحن ما بنحط تحت العضلة إلا إذا كنا مجبرين الحقيقة، بس يعني إذا صدر كان الثدي صغير أو صدر مسح، خلينا نقول مو صغير بس صدر مسح، ما في يعني ما في نسيج من البروتيز، لأنه كمان نحن بس نحطه تحت العضلة بتصير العضلة تعمل كونتراكت عليه وبالتالي تضغطه وبالتالي بيتغير شكله مع مرور الوقت وبيشكل محفظة أسرع من أمام الغدة. فكل حالة شيء وكل صبية شيء وكل بنت شيء. طيب المحفظة اللي عم تخبرنا عنها هي مو شيء أساسي عند كل سيدة قامت بتجميل الثدي بوضع بروتيز؟ أكيد، لكن بدنا نفرق بين المحفظة المرضية والمحفظة العادية. كيف بدنا نعرف؟ المحفظة هي مثل قشرة البيض، يعني قشرة بتغلف تماماً، يعني الجسم البشري أي جسم داخله جسم غريب بيعتبره هو جسم غريب عنه وبيكيسه مثل ما بيقولوا، بيحيطه بكيس. فبعض الأجسام اللي هي الأجسام الطبيعية بتعمل أشياء كثير رقيقة نحن ما بنلاحظها، لكن أحيانا هالجسم هذا بيكون ردة فعله تجاه البروتيز كثير عنيفة فبيشكل محفظة سميكة، وبالتالي على الملمس على الجسم سواء من قبل المريضة نفسها أو من قبل غير المريضة بتلاقي في أساوي في صلابة، وهي الصلابة بتزداد مع مرور الوقت. فهون أنا بنوه لفكرة كثير مهمة إنه إحنا بس بدنا نعمل تبديل البروتيز كل 10 سنين تنشال مع المحفظة. تماماً، أغلب الأخصائيين بيفوتوا بيشيلوا البروتيز بيحطوه كأنه شيء لم يكن، ما استأصل المحفظة. تماماً. لذلك لازم نحن نستأصل المحفظة لحتى نشكل شيء جديد، لتشكل شيء جديد ولا نكسب الطراوة، لكن إذا ما استأصلنا المحفظة أسألنا المريضة وأزيناها الحقيقة. يعني دكتور جاوبت على السؤال اللي كنت بدي أسألك، يعني كل إمتى لازم تغير البروتيز؟ وهلأ بدي أسألك عن الجرح، في كتير ناس بتخاف من الجرح إنه جرح رح يبين، ففي جروح بتكون ظاهرة وفي جروح مخفية، فأنو طريقة الأسلم خلينا نقول لجمالية المرأة؟ يعني أنا بلاقي شخصيا كجراح وكرجل خلينا نقول أفضل جرح هو جرح تحت البطية اللي عند الثدي، بطية تحت الثدي، لأنه هو غير منظور مخفي ما بيعمل ندبات، بالإضافة إنه ما بيأثر على حس الإرضاع وحس الحلمة، الحس الجنسي للحلمة. في حال كان التواجد من خلال الحلمة إذا ما حاطين العضلة. تماماً، يعني النوع الآخر هو النوع اللي بنعمله بشكل نصف دائرة حوالين الحلمة. فهون نحن مضطرين إنه نحن نخترق الغدة والأقنية اللبنية وغدة الثدي، وبالتالي ممكن نأثر على الأعصاب نحن وفايتين، وبالتالي هذا ممكن يأثر على إحساس الإرضاع وإحساس الجنسي للحلمة. يعني ممكن تأثر على وظيفة، يعني في كتير عالم بخافوا يعملوا هاي العملية يمكن قبل الولادة بيقولوا يمكن ما بصير. لا 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 رغد، ما تأثر نهائياً هي، لكن نحن نتحاشى
عشر الأسباب اللي بتأثر. تمام. يعني نحن في عندنا ثلاث أنواع من الجروح مثل ما حكيتي، تحت الثدي وحوالين الحلمة وتحت وبالقبط. طبعا القبط شوي مستبعد لأنه أحيانا المريضة بترفع إيدها سواء بتمارين الرياضية بالرقص كذا، فهذا بيبين وجود جرح، وقد يكون هذا الجرح بمنطقة المثلث الخطر اللي هو بيعلم أكثر من غيره، لذلك نحن شوي منوجه المريضة نحو الطية تحت الثدي. هلا هون في نقطة كثير مهمة تتعلق بخبرة الجراح ومهارة الجراح. الجرح اللي بيكون بالطية تحت الثدي لازم يكون مدروس بشكل كثير دقيق وبيبعد عن الطية بشكل كثير دقيق وكثير مدروس، بحيث انه بعد العملية يجي بالطية تحت الثدي. هون بتبرز بقى خبرة الجراح ومهارته. صحيح، تمام. طيب خلينا نحكي شوي عن استئصالات الثدي اللي بتكون بسبب حالات مرضية عند السيدات، وكمان نحكي عن الثدي العرطل في حال تم تصغيره، هل منضيف حشوة؟ هل تفقد المرأة الإحساس ولا لا بيكمل؟ الحقيقة لا، ما بتفقد الإحساس، لأنه غالبا نحن عم نستأصل جلد تماما، لكن نحن في تكنيك جراحي، في تكنيكات جراحية بنتبعها. التكنيكات القديمة كانت فعلا تأثر على حاسة الأرضاع وحاسة الحلمة، لكن حاليا التكنيكات اللي نحن بنتبعها هي بنبتعد فيها عن الأعصاب المسؤولة عن الأرضاع وعن الأقنية اللبنية. طبعا يتم استئصال الحلمة، عم يكون في استئصال، عم نرفع الحلمة، عم نغير مكانها، إيه بس هون ما كمان عم يتم فقد الإحساس؟ لا، لأنه إحنا عم نرفع معها، بس نحن نرفعها أو نغير محلها، نرفع معها شوي من الغدة وشوي من الشحم، بحيث إنه نحافظ على الغدة والشحم. طبعاً إذا كانت العملية كتير جائرة أو بالثدي العرطل الكبير، فهون نحن إجباري بده يأثر، لأنه نحن بنستأصل كمية كثير كبيرة من الأنسجة الغدية. لكن نحن بتصغير الثدي الكلاسيكي نسبة التأثر ما تتجاوز 5 أو 6%. حلو، يعني يمكن كثير نساء بخافوا بيأجلوا هاي العملية، فبصير في عندهم يمكن مضاعفات أسوأ من قبل فعلا العملية. يعني هذه الإحصاءات الجديدة نور، يعني رغد دائما من بعد 10 سنين، يعني أخذنا عينتين من النساء، واحدة عاملين تصغير ثدي وواحدة مو عاملة تصغير ثدي، نسبة السرطانات اللي مو عاملين تصغير ثدي أكبر بكثير، وهذا شيء بديهي لأنه نحن بس يكون في عنا تربة تنمو عليها السرطان كبيرة جدا، غير ما يكون التربة قليلة. فنحن بس نستأصل الغدد الثدي 50-60% بنخفف احتمالية السرطان. طبعا هي إحصائيات وليس من عندي. يعني هلا كنا عم نحكي قصة تبع الكريمات والخلطات العشبية والقصص اللي بنسمعها وعلى أساسه والرياضة حتى، تماماً كله يمكن بيصب بمصلحة واحدة إنه تكبير الثدي. هل في طرق تانية دكتور غير الجراحية؟ مثلا بيقولوا في فيلر دائم، في فيلر مؤقت، في حقن دهون، حذاري كثير مهم هذا السؤال، شكرا كثير. كثير عم نعانيها بالممارسات. أول شيء عملية حقن الشحوم، عملية حقن الشحوم ممكن نحن نعملها بالثدي وهي غير مؤذية، لكن هي مضللة وغير مفيدة. شو يعني غير مفيدة؟ يعني هذا الثدي اللي نحنه بالصدر، هذا الدهن نحنه بالصدر، هذا رح يدوب حوالي 90% منه. حقن الشحم ما بيركز أو ما بيكون مجدي إلا إذا كان بكميات كثير قليلة، لأنه الشحم المحقون بيتغذى بالتشرب، يعني ما في أوعية تفوت وتغذيه. لذلك هو الطبقة السطحية فقط بتضل عايشة والطبقات العميقة كلها بتموت. فنحن بس عم نعمل حقن شحم بالصدر، فهذا أول شيء ما عم نستفيد منه تجميليا لأنه رح يدوب منه 90%، بالإضافة إنه بس يدوب بيعمل تليف، وبالتالي المرأة بس تصير تعمل إيكو أو مامو بالأيام الثانية بيبين تليف، وبالتالي هذا بيرعب الطبيب وبيرعب المريضة لأنه بيفكر إنه هو شيء خبيث لا سمح الله. بالنسبة للمواد المالئة هي ممنوعة تنحقن بالثدي، لأنه هي مثل ما حكينا نور المرة الماضية إنه هي بتؤدي لخراجات دائمة ومصدرة للقيح، وبتصير تعمل خراجات وبينفتح الجروح وبنصير ننظف وما بنقدر ننظف، لأنه غالبا هي المواد تندمج بالخلايا، وبالتالي إذا بدنا ننظفها نحن مضطرين نستأصل كامل الثدي، ما بنحافظ غير على جلد الثدي، وبالتالي بتصفي المريضة بدون ثدي. كارثة فعلا، كارثة. هلا الحالة الثالثة يمكن اللي بنحكي عليها هي الأجهزة، الكريم، الكريمات، كله هذا، الخيوط، كله هذا حكي فاضي، وأنا مسؤول عن حكي. يعني حرام المريضة تضيع فلوسها وتضيع وقتها وتكون هي يعني بيقولوا مصيدة للأفكار التجارية والوسائل التواصل الاجتماعي اللي هي أحيانا تكون مسيئة لصحتها الحقيقة. بتدهور الحالة فعلا. الحل الجراحي، استشارة الطبيب هي الأولى والأهم دائما. إجباري. شكرا كثير لك دكتور، يسعد صباحك. شكرا جزيلا. يسعد صباحك يا دكتور.